بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. رسالة انتشرت كثيرا حقيقة في الواتس وفي الإنترنت، أنه يقول لك يعني انتبه الآن في بعض الكلمات لا تكتبها وغيرها. فمثلا كلمة موسك MOSQUE بالإنجليزية تعني بيت البعوض، فمن الضروري أن تقول مسجد. نقول يا إخواني راجعنا القواميس ولقينا كلمة موسك تعني مسجد، ما تعني بيت البعوض أبدا، ما في الكلام هذا، إنما هذا كذب. أيضا قال لك كلمة مكة بالإنجليزي تعني بيت الخمر فسميها مكة MECCA، أبدا ما وجدناها بيت خمر ولا شيء، بل وجدناها إنه هو لما كلمة كتبت كلمة مكة معناها، قالوا الآفاقيون، ومعناها قالوا كلمة مكة وقالوا قبلة المسلمين. أيضا قال لك اختصار كلمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام MOHD تعني الكلب الفم الكبير، أكرم الله نبينا عليه الصلاة والسلام. نقول كذبتم، وجدناها لما كتبت كلمة MOHD لقيناهم كاتبين قدامها BRV، يعني اختصار كلمة abbreviation of محمد the prophet of Muslim people peace be upon him، كتبوا بهذه الصورة. فنقول يا اخواني اتقوا الله عز وجل. ايضا قال لك كلمة برب، كيف تكتب رب برب وربنا قال قل اعوذ برب؟ يا اخي برب غير برب، برب هذه ابريفيشن، لما تدخل في الدكشنري تلقى يقول لك معناها بي رايت باك، ساعود اليكم، وليس معنى هذا الكلام. فنقول يا اخواني انتبهوا انتبهوا ثم انتبهوا، ونقول اتقوا الله عز وجل، سيفنى كل كاتب ويبقى ما كتبت يداه، فلا تكتبن شيئا يسوءك في القيامه ان تراهم. واتقوا الله، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في كتاب المقدمة، ومن قال علي ما لم أقل، وفي رواية من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أتعجب، يعني بدل أن تكتب رسالة طيبة فيها أحاديث وأذكار تكتب هذا الكذب وهذا الغثاء الذي ليس له أصل وليس له مرجع. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.